شكرا على الاستضافة. أنا علي طرنيشي من مدينة قلمي من الجنوب المغربي. انتقلت إلى كندا في 2007 وهناك درست السياحة، اشتغلت في الميدان لمدة معينة، وكذلك درست هيومن سيرفيس الذي علاقة له بالإدمان وهو الاستشارات النفسية. يعني باختصار علي طرنيشي هو كاتب، هو يعني مستثمر، هو صاحب قناة وهو صاحب مجلة. فهذا باختصار يعني من هو علي طرنيشي. وهو صراحة أنا كنت أشتغل في ميدان السياحة بالمغرب، وقررت أني أروح لبلد يتحدث باللغة الإنجليزية سواء أمريكا أو كندا أو بريطانيا لأحصل على دبلوم لأشتغل يعني مرشد سياحي. ذهبت إلى كندا ودرست فعلا السياحة، وهناك أحببت مونكتون وهذه المدينة وقررت أن أستقر بمونكتون. وهذا كيف أتت فكرة الهجرة إلى كندا، وهو من أجل دراسة. وهو صراحة السياحة أو ثقافة عن المغرب يعني هناك نقص كبير. لهذا أنا صراحة لما شفت أن المغرب هو لوحة مكونة من مجموعة من الألوان، يعني ثقافات متعددة جغرافيا وسياحيا وأمور كثيرة، أنا قررت أني أقوم بإنشاء يعني مشروع، وهو عبارة عن قناة الأطلسي التي هي سوف تكون كمنتدى أو منبر للعربي أو المغربي أو المهاجر، من خلاله نقدم مجموعة من الأفكار والسياحة والثقافة وكل ما له علاقة بالمغرب. وهو نرجع شوية للوراء، كيف قلت لكم أنا يعني بدأت شركة اللي هي شركة علي بابا كاب اللي هي شركة تاكسي. فذلك الوقت كان من أجل فقط الكوريوزيتي لخلق الفضول للناس، اللي هو بدأت الاسم علي بابا كاب حتى يسألوني للزبائن ما هو الاسم ومن هو صاحب الشركة وهذه الأمور، ويفتح مجال للحديث عن المغرب وعن الثقافة المغربية والعربية. ولكن هذا موضوع طويل نتكلم عليه مرة ثانية. ولكن لما بدأت المشروع تطور إلى تغيير الاسم إلى أول ستار كاب سيرفيسز لأسباب تسويقية وكل هذا الأمور. وهنا بدأت كتاب اسمه فقط سائق تاكسي، تجربتي من وراء المقود إلى وراء الميكروفون. وهذا الكتاب يحكي عن قصتي في كندا ويحكي عن تجربتي كسائق تاكسي وكل هذا الأمور. ثم بعد ذلك كتبت كتب أخرى، وهنا أتتني فكرة أنني أنشئ قناة تلفزية اللي هي تعنى بشؤون العرب، تعنى بشؤون المغاربة، وتعنى بشؤون الهجرة، حتى تكون صلة الوصل بين الشرق والغرب وبين المواطن المغربي من بلده الأصل وبلد الهجرة. البرامج سوف تكون برامج متنوعة، منها هناك رياضة، منها سياحة، منها طبخ، منها برامج وحوارات، يعني كل في تخصصه. على سبيل المثال يعني في مجال العلم النفس ممكن أن نجيب متخصص في علم النفس يتحدث عن كيفية تربية الأبناء، كيف المساعدة الأبناء خاصة في الهجرة، أن هناك مشاكل في تربية الأبناء، منها الهوية، منها الغربة، منها كثير من الأمور. يعني برامج متنوعة، قناة متنوعة شاملة كاملة للصغير والكبير. فعلا هو كيف قلت لكم أنا الكتاب ديال Just a Cab Driver My Journey from Behind the Wheel to Behind the Microphone، فقط سائق تاكسي، تجربتي من وراء المقود إلى وراء الميكروفون. هذا الكتاب كنت أريد أن أكتبه منذ 2017، وكان كل يوم أكتبه حتى جاءت كورونا. في 2020 10/10 كهدية لنفسي قررت أن في عيد ميلادي أنهي الكتاب في 10/10/2020، وفعلا أتممت الكتاب وكانت تجربة ممتازة. وهو الآن الكتاب موجود في مكتبات في كندا وفي أمازون وكل هذه الأمور. من بعد كذلك تجربة التأليف يعني مواهبي كلها انفتحت في وقت كورونا، لأن كان في وقت وكنت أتساءل ما الذي يمكن أن أتركه، ما هي البصمة التي يمكن أتركها أنا في 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 هذه الحياة. وكتبت كتاب اللي هو One Let's Connect One World One People، اللي هو عالم واحد، يعني عالم واحد لنتحد ولهذا الأمور. والكتاب عائداته كله تذهب لمساعدة الأطفال اليتامى والأطفال المحتاجين في كندا. وكتبت كذلك كتاب هو عودة للإنسانية، Journey Back to Humanity. وهذا الكتاب كذلك موجه، لأن وقت كورونا لما أتت
الكثير منا لاحظ بأن ما يهم هو العائلة، ما يهم هو الصحة، ما يهم هو التواصل، ليس المال، ليس ما تملكه، ولكن ما له علاقة بالتوازن وما له علاقة بالعائلة. وهنا أنا في ذلك الوقت كنت أتحدث مع نفسي، ما الذي يمكن أن أتركه؟ ما هي البصمة التي أتركها؟ ما هي الصدقة الجارية التي، لأن في هذه الحياة الإنسان يترك ثلاثة أشياء تنفعه: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، أو علم ينتفع به. وكان هذا هو الهدف، أن هذا الكتاب يباع كل يوم، وكل نقود هذا الكتاب تذهب لمساعدة الأطفال. ومن هنا هذه تجربتي في مجال الكتابة. صراحة لم تكن عندي مشكل، لأني أنا درست اللغة الإنجليزية هنا، حاصل على الإجازة من جامعة بن زهر بمدينة أكادير، يعني درست هناك وأنا أتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، والحمد لله لم تكن علي عندي مشكل في اللغة، سواء الفرنسية أو الإنجليزية، وهذا كان يعني شيء إضافي بالنسبة لي الذي حفزني. المشكل الذي كان هو فقط عائق الثقافة في البداية، وعائق الجو، البرودة، وهذا يعني من 40 لناقص 40، هذا الشيء الذي كان في البداية صعب، ولكن مع الوقت الإنسان كما يقال يجب أن يكون مرن وأن يتعود على الأمور. هو دائما يعني الحلم أي مغربي أو أي مهاجر، الأصل دياله والجذور دياله دائما يحب أن يعود، لكن أنا قبل أن أعود أريد أن أعود بشيء يعم بالمنفعة، يعم بالنفع على بلدي، ولكن يجب أن أغير كثير من الأمور في بلد الهجرة، من بينها أن هذا البلد الجميل ألا هو المغرب، الذي له كما قلت لكم في البداية هو لوحة متنوعة زخرفة من فيها الصحراوي، فيها الريف، وفيها الرباطي، وفيها الكزوي، فيها الجبال، فيها البحار، فيها الصحراء، فيها الثلوج، يعني المغرب لوحة جميلة، ولكن لا نروج لها بشكل كبير حتى يعرفها المهاجر أو يعرفها المواطن المغربي بنفسه. لا يعني سألت أي مغربي عن الصحراء وعن الثقافة الصحراوية وعن التراث الصحراوي، الكثير لا يعرف ذلك. يعني هدفي أنا من هذه القناة أنها تكون صلة وصل، تقدم الثقافة، تقدم الطبخ، تقدم كل ما هو مغربي في طابق إبداعي. وكما نعرف جميعا أن الدبلوماسية الثقافية هي أرقى الدبلوماسيات، ونحن في المهجر نريد أن نقدم للمهاجر حتى يأتي لبلد المغرب، حتى يأتي ليزور المغرب، حتى يأتي ليزور هذا البلد الجميل الذي له موقع استراتيجي جميل جدا. والقناة هذه كيف قلت لكم غادي تكون منبر المهاجر، منبر العربي، ومنبر أي واحد مغربي تربطه بجذوره ألا هو بلد الأم. عودة للمغرب إن شاء الله نعود، وتكون إن لما تكون هذه القناة قد تقوم بواجبها هناك ببلد المجر، ليس فقط في كندا فقط، ولكن أنا سميتها قناة الأطلسي، لأن الأطلسي تجمع أمريكا الشمالية ككل، الهدف أنها تغطي أطلنطي كندا في الأول، ثم كندا، ثم أمريكا الشمالية إن شاء الله. الرسالة دي اللي بتنوصل أن الإنسان اللي عنده طموح خصو يمشي للطموح دياله، ما يفكرش ما هو كيف سأحقق هذه الرسالة، ولكن لما تكون عنده لماذا كيف سوف تصل بذلك. والإنسان يحاول دائما يخلي بصمة، يكون سافر البلد دياله أينما حل وارتحل، يمثل البلد دياله أحسن تمثيل، سواء فيما يقدمه، سواء كتابة، أو سواء أخلاق، أو سواء تعامل. وهذه الرسالة نبغي نخليها، أن الإنسان يخلي بصمة دياله في الحياة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.